كل العرب تبقى هويتها سعودية. حضرتوا معانا الاحتفالية وأكيد شفتوا التنوع الكبير بين القطاعات، البنات يشتغلون في قطاعات الطاقة، في قطاعات التقنية، في قطاعات المقاومة، كل حاجة تخطر على بالك، في قطاعات التصدير، في ما في حاجة واقفة عندهم. مفيد جدا لكل سيدة أعمال ولكل أحد يعني يعمل في مجال الاقتصاد أو البزنس بلدنا الغالي، اللي أتاح الفرصة لكثير من السيدات الشابات أنهم يدخلون في مجال الأعمال والتجارة. أنا سعيدة جدا بهذا التنظيم الرائع على أرض الوطن، سعيدة أني أشوف هذا الكم الهائل من سيدات الأعمال من بنات ديرتي. فخورة ومبسوطة بالتجمع هذا الكبير لأنه قاعدة أشوف كم هائل من سيدات الأعمال، شيء يعني يفخر فيه.